راح بحضراتكم في الفقرة الأخيرة اللي نوهنا عنها في بداية الحلقة، وعنوانها هو بالضبط كده مقاومة الإنسولين في الجسم، وأعتقد ملف في غاية الأهمية. هتنورنا دكتور هام العراقي، أخصائية التغذية العلاجية. بونجور. بونجورين. صباح الفل. صباح الفل. وموضوع مهم كالعادة، مقاومة الإنسولين وأهمية الإنسولين أصلا في الجسم، وإزاي الإنسولين بيؤثر بشكل كبير جدا على صحة الإنسان، وممكن إن إحنا لو أهملنا الإنسولين يحصل لقدر الله برضو يعني تبعات مش حلوة، أمراض مش كويسة جدا. ممكن نبدأ من النقطة دي بعد كده نخش في تفاصيل. نعرف الناس إيه الإنسولين ده أصلا. بالظبط. ده هرمون تخزين الدهون في الجسم، والهرمون المسؤول عن تظبيط نسبة السكر في الدم. يعني أنا أي حاجة باكلها نشويات أو كربوهيدرات عامة، سواء نشويات أو سكريات، بتترجم في الجسم لسكر. السكر ده المفروض إن هو يتكسر عشان يخش الخلايا ويديني الطاقة اللي أنا محتاجها. اللي بيكسر بقى السكر ويدخله الخلايا ده هو الانسولين. تمام. فلو انا عندي مشكله في الانسولين هيحصل ايه؟ انه هيبقى السكر مش قادر يخش جوه الخليه، والخليه مش قادره تستهلكه في انتاج طاقه، فهيبقى عندي مستوى سكر عالي في جسمي. فهخزن دهون اكتر فهزيد في الوزن. بالظبط. تمام. عشان كده دايما احنا الدايتس اللي احنا بنتبعها الابروتش بتاعها اسمها هرمونال ابروتش، مش بس معتمده على الكالوريك انتيك بتاعي، لا هي معتمده كمان على تظبيط الهرمونز اللي هي اهمها الانسولين. تمام. طيب يعني ايه بقى مقاومه انسولين؟ معناها هبسطها قوي كده انه بالظبط بالظبط كان السكر ده عايز يدخل الباب اللي هو بتاع الخليه، بيخبط على الباب، الانسولين المفروض هو اللي يفتح له عشان يدخله. اوكي. فالسكر بيخبط ومفيش حد سامع، فاهمه؟ فالخليه مش حاسه بالسكر المفروض يدخل، الخليه مش حاسه بالانسولين اللي المفروض يدخل السكر ده الخليه. فدي معنى مقاومه الانسولين، اللي هي بعد كده لما الموضوع بيتطور بيجيب مرض السكر. انه خلاص بقى بيبقى عندي خلل في استقبال الخلايا نفسها للسكر ده، او خلل في افراز الهرمون بتاع الانسولين ده. وده دايما دايما السبب الرئيسي فيه هي اسلوب حياتنا او الطريقه اللي احنا بناكل بيها اصلا، بالذات الاعتماد الكلي على الحاجات اللي كلها دي ابيض وسكر ابيض والمشتقات بتاعتهم بكميه كبيره وعلى مدى بعيد. طبيعي جدا ان انا يحصل لي خلل في الانسولين، لان انا المفروض في العادي ان انا باخد سكر قد كده، فانسولين بيتفرز قد كده، بيكسر السكر ده بيرجعه للمستوى الطبيعي. فالحاجات اللي فيها سكر ابيض ودي ابيض مش بترفع لي السكر كده، هي بترفع لي السكر كده، فاهمه؟ قد كده. دي بقى داخله في العصاير الصناعيه وفي الاكل، كل حاجه فيها سكر او فيها دي ابيض، او حتى بدايل السكر غير ستيفيا. يعني الدايت سويتنرز اللي الناس بتستخدمها اللي هي المفروض زيرو شوجر وزيرو كالوري. ما تقوليش هتصدميني. ايه بقى؟ هصدمك الحقيقه. انا معتمد عليه وبفتكر ان احنا كده بنخس وان احنا ستيفيا اوكي. لانه ستيفيا التحليه بتاعته جايه من النبات نفسه. أوكي. النبات نفسه هو اصلا مسكر، فهم واخدين التحليه منه، فدي حاجه طبيعيه اوكي ان احنا نستخدمها بدايل سكر، مش بتستفز الانسولين وما فيهاش سعرات. الحاجات الثانيه ما فيهاش سعرات بس بتستفز الانسولين. اوكي. اي بدايل سكر غير ستيفيا بتستفز الانسولين، فبتعمل نفس الشغل اللي السكر بيعمله بالظبط. فبيجي بقى لما بيبقى فيه نسبة سكر عالية في الدم، المفروض ان الجسم البنكرياس يحفز الانسولين ان هو يتفرز بكمية عالية عشان يقدر يكسر كل السكر ده. اوكي. فده ضغط على الجسم نفسه، ده ضغط على البنكرياس نفسه، ده هو ده اللي بيخلي يبقى فيه خلل بعد كده في الانسولين، ان هو ما بيتفرزش بالنسبة الطبيعية، بيخلي الناس يجي لها مقاومة او يجي لها سكر. طيب في سؤال عندي، وبرضه لو نوضحه بشكل اكتر للساده او بشكل مبسط، الانسولين المفروض هو اللي بيتحكم في فكره الجوع والشبع، وبناء على ان انا كل ما المده الزمنيه تطول في الحرق، فده بيخليني ما احسش ان انا جعانه بسرعه. في بعض الادويه او الحقن تحديدا اللي طالعه مؤخرا اللي هي بتتحكم في الانسولين، في حرق الانسولين، هل هي اصلا صحيه ولا لا؟ وفي نفس الوقت لو انا عايز ابعد عن الكلام ده كله وعايز بديل بحاجات طبيعيه، لان احنا معظمنا كمصريين بنحب برضو الثقافه دي عندنا ان احنا عايزين نخف من غير دواء، عايزين نخس من غير دواء، عايزين كل حاجه تبقى منتجات طبيعيه، فممكن نلجا لايه؟
خلينا نجاوب على نص السؤال الاولاني الاول اللي هو مش الانسولين بس اللي متحكم في الجوع والشبع، في هرمونات بتاعه جوع وشبع. فالانسولين متحكم فيها بصوره ما، اللي هو لما انا بدخل سكر جسمي، لو دخلت سكر عالي فانسولين هيتفرز بكميه كبيره، فمش هيرجع السكر لمستواه الطبيعي، لا ده هيهبطه بنفس النسبه اللي هو اترفع بيها. فعشان كده احنا دايما لما بناكل حاجات مسكره او حاجات فيها معجنات او مخبوزات بدقيق ابيض، بنلاقي ان احنا بعد شويه بنجوع. بالظبط. ليه؟ لانه مستوى السكر عندي نتيجه انه في انسولين كتير بينخفض جدا قوي، فانا ببقى عايز ارجع ارفعه تاني. اللي هو بقول انا ريقي رايحه على حاجه مسكره، عايزه ريقي ناشف، عايزه سواكل. بالظبط، انت بتبقى لسه واكل. فانت فيعمل ايه؟ ياخد حته شوكليت مثلا او ياخد اي حاجه مسكره، فيفضل طول النهار في السايكل دي. فهنا الانسولين هو متحكم في الجوع والشبع، لكن في العادي احنا عندنا هرمونات جوع وشبع المفروض ان احنا مع طريقه الاكل بتاعنا تبقى متظبطه. الحاجه الثانيه الحقن. بص يا نهاوند، في حقن بتشتغل على الشبع، على الكربوهيدرات، وعلى هرمونات الجوع والشبع. ودي ماده مشهوره قوي اسمها ليراجلاتويد. تمام. الحاجات الثانيه اللي بتشتغل على الانسولين دي حقن انسولين، حقن سكر، حقن مقاومه. ما ينفع، وحتى المقاومه خلي بالك ما ينفعش ان انا اخد فيها حاجه ليها علاقه بالانسولين برضو لو هي في حاله كنترول. فلو انا باخد حاجه بتاعه سكر عشان اخس او عشان اتحكم في الجوع والشبع بتاعي، انا كده هيجي لي سكر. يا ساتر. بالظبط، توصل لكده. بالظبط، لان هي بتعمل خلل في افراز الانسولين في الجسم، اللي هو لما انا بجيب حاجه من بره هي اللي بتساعدني وانا اصلا جسمي شغال عادي. يبقى انا ليه بعمل كده؟ تمام. لكن انا لو بستخدم حاجه للشهيه، يبقى الاحسن ان انا استخدم حاجه بصوره طبيعيه، حاجه معتمده على الالياف زي بيستا اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. الالياف هي امن حاجه واحسن حاجه للشبع بصوره طبيعيه، ما تاثرش عليا ولا يبقى ليها اي سايد افكتس. وبيستا يعتبر هو المنتج الاول في مصر اللي فيه ثلاث انواع من الالياف بتركيز 6 جرام، اللي هم الكشور، السيليوم، ردة القمح، وكمان الشوفان. دول مهمين جدا عشان بياخدوا حيز كبير في المعده. هو اصلا الشوفان لوحده لو تصلحي لي، لو كلناه لوحده كده اللي هو ثلاث معالق مع لبن سكيمد طبعا بيشبع، بتقعدي مثلا 5 ساعات مش جعانه ابدا. بالظبط، بيقول لك انا حاسه اني اتلكمت كده. هي الالياف بتعمل كده بالظبط، بس دي جرعه كبيره شويه عن ان انا اكون باخد مثلا ورقيات او حاجات فيها ليفي جرينز. كمان الكشور بتاعه السيليوم مشكلتها ان احنا لو جبناها لوحدها حطيناها على ميه او على زبادي طعمها وحش جدا، فمفيش حد بيقدر يستعملها. لكن انا لما يبقى عندي منتج فيه الياف وبطعم تفاح اخضر كاني بشرب عصير بالظبط، وكمان هو امن وفي 3 انواع من الالياف. غير كده كمان هو مش بس بيتحكم في الشهيه بتاعتي، يعني انا خلصت من الجزء بتاع الجوع والشبع والشهيه وان انا اتحكم في الكميات، لا ده انا كمان عايز حاجه تحرق، يعني عايز حاجه تسد النفس فتخليني اكل بكميات قليله، وعايز حاجه تساعدني في الحرق شويه. فبيستا كمان في كروميوم بتركيز 500 مايكرو جرام. الكروميوم ده مهم جدا عشان يظبط بقى الانسولين اللي احنا كنا بنتكلم عنه، بيحسن من حساسيه الانسولين، بيخلي السكر لما يجي كده يقول للخليه افتحي انا عايز ادخل، تفتح بسرعه ما تقاومش. تمام. وكمان في فيتامين سي اللي هو مهم جدا للفات اوكسيديشن او حرق الدهون. فانا بحرق دهون، بحرق نشويات، بظبط مقاومه الانسولين، بقلل كمان الكميه اللي انا باكلها، بتحكم في الجوع والشبع بتوعي. حتى لو انا معزوم في حاجه او عندي حاجه انا ماشي على ستريكت دايت او ماشي على هيلثي لايف ستايل مظبوط، بس حصل لي اوكيجن، عندي حاجه معينه انا مضطر جبنه بقى بالظبط كده، كيس في جبنه وكوبايه الميه، اقلب على كوبايه ميه قبل الميل كده من تلت ساعه لنص ساعه، خلاص انا لو قدامي وليمه انا اكلت من كل حاجه، دقت كده وانا تمام، حاسس بالرضا، مفيش حرمان، وفي نفس الوقت محافظ ما بوظتش الدنيا. طبعا عندي سؤال، لان دي موجوده ممكن في مجتمع عندنا اكتر شويه. احنا عندنا ناس مش اوبيس قوي على قد ما عندنا ناس طبيعه جسمنا كده، تلاقيه حد راجل او ست مليان من منطقه معينه. فهل بيستا ممكن ان هو يساعد على النقطه دي تحديدا؟ لان انا ممكن اكون مش عايزه اخس كلي، انا عايزه اخس من منطقه معينه، بيساعد على ده ولا لا؟ لا للاسف، ولا بيستا ولا الدايت ولا الرياضه ولا اي حاجه، غير طبعا لو حاجات بقى موضوعيه، يعني حقن مثلا بتاعت ميزوثيرابي، جلسات، الحاجات دي، والحاجات دي بتاخد وقت وبتاخد مجهود ومكلفه جدا.
تمام؟ بس لو انا متارجت منطقه معينه لازم اصبر عليها قوي، لانه احنا لما بنعمل فرق في السعرات بتاعتنا بنخس من كل الدهون اللي في جسمنا. لما باخد بيستا عشان يساعدني ان انا احرق، بيساعدني ان انا احرق من جسمي كله، لكن ان انا اتارجت منطقه معينه دي لا. ودي دايما بتبقى جيناتكس، يعني هو انا جينات عيلتي كده، انا جيناتي كده، فالمنطقه دي هي بتبقى بتخزن. غير لو هي البطن، عشان البطن ساعات كتير بتبقى معتمده على الانسولين والكورتيزول. الكورتيزول اللي هو ستريس هرمون في الجسم، اللي بيجي ان انا ما بنامش كويس، على طول محطوط في ضغط عصبي او نفسي او جسدي. اه طبعا للرجاله والستات. اه بصي، في ستادي اتعملت كده لقيت انه اكتر تو هرمونز بيأثروا في تخزين الدهون في منطقه البطن، حتى لو دي ما كانتش طبيعه جسمي، حتى لو دي مش وراثه، هم الانسولين والكورتيزول. واحنا الانسولين بس هيساعدنا كتير قوي في ان احنا نظبط حساسيه الانسولين، وان انا ما يبقاش عندي ريسك للستورج بتاع الفاتس في منطقه البطن. الكورتيزول مالتي فيتامينز بقى بنبتدي ناخدها مع ان احنا نهدي شويه نفسنا او تعاملنا مع الستريسرز نفسها، فمنطقه البطن ما تخزنش دهون. لكن لو هي المنطقه دي جيناتكس، يبقى احنا لازم نصبر عليها شويه، عشان هي هتبقى اكتر منطقه بتاخد معانا وقت، واقل منطقه بيبان عليها نتائج، بس بتخس كويس يعني، بس محتاجه صبر شويه. هي دي النقطه. طيب دايما ببقى حريصه ان احنا برضو نوري حضراتكم عملي التجربه ازاي نجحت مع بعض الاشخاص. خلينا نروح نشوف الكيس دي ونرجع نكمل. يلا احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اسمي اسراء محمد ممدوح، سني 20 سنه، كنت 95 وبقيت 50. قبل ما اخس كنت بعاني من نفسي قصير، ما كنتش بقدر اتنفس كويس، اللبس كان عندي فيه مشكله، ضربات قلبي كانت سريعة، ما كنتش بعرف أتحرك، ما كنتش بحرم نفسي من أي أكل، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة. إحساسي بعد ما خسيت إحساس جميل جدا، بعرف ألبس براحتي وبعرف أكل اللي أنا عايزاه وأتحرك، وجسمي بقى خفيف جدا. أنصح أي حد جسمه مليان إن هو يتابع مع بيستا، موضوع سهل جدا. طيب ممكن من الكيس اللي احنا شفناها بعض الناس يجي برضو في ذهنهم بعض الاسئله منها، طب هو البيستا بيساعد اكتر الناس اللي هي الاوبيس او الاوفر سايز، ولا ممكن انا لما ابقى عايزه بتكلم في 5 6 10 كيلو الموضوع بيبقى يعني سريع؟ لان في بعض الحاجات اللي بيبان عليها اكتر الناس اللي هي اوفر سايز بشكل كبير، لكن اللي عايزين يخسوا حاجه بسيطه بتبقى فيها اكثر صعوبه. خلينا نقول بالظبط، كل ما البني ادم الرينج بتاع الدهون بتاعه او السكيل نفسه وصل ناحية النورمال أو قرب ناحية النورمال، كل ما النزول بيبقى أصعب. تمام؟ لأنه لما بيبقى عندي دهون كتير بيبقى عندي سهولة لفقدها أسهل. لما بتبقى الدهون خلاص اللي هم آخر 5 كيلو دول، دايما هم بيبقوا يعني في عند شوية مع الجسم، وكمان عشان الجسم بيبقى فضل عامل دايت لوقت طويل ممكن برضو يبقى فيه ميتابوليك أدابتيشن. فبيستا بيساعدني؟ آه بيساعدني، يعني في الحالتين سواء ان انا كنت اوبيس او اوفر ويت هيساعدني، وهحس بالنزول ده اسرع، وانا برضو فاضل لي الخمسه سته كيلو دول هيساعدني وهحس بالنزول اسرع شويه من العادي. اوكي، يعني هو لتس احنا مش هنحط ارقام فيكس، بس ممكن نقول برسنتج مثلا ان هو بيساعدني على ان انا انزل اكتر من الطبيعي مثلا ب 30%. طيب ده شيء كويس، ده او معدل كويس جدا. بالزبط. طبعا. طيب ممكن اروح برضو لتساؤل تاني، فكره هنا الاطفال، في اطفال بيبقوا اوفر سايز او بيبقوا يعني لا تخان عن الطبيعي بشكل كبير جدا، عندهم سمنه كمان. بتعمل بالظبط، فدي بتعمل مشكله عند الاهالي وتخوفات كبيره جدا. صح. شكل بس ان هي تكمل معاهم، لا فكره ان يجي لهم امراض وهم في السن ده. فلو احنا بنتكلم في طفل مثلا من عمر كام يقدر ان هو يستعمل بيستا؟ من اول 12 سنه. يعني احنا عارفين برضو الاطفال بالذات عندهم كريفنجز قوي ناحيه الحلويات والسكريات. بالزبط. وفي اهالي بتبقى مش عايزه تمنع، وفي اهالي بتبقى فاكره ان السكر ده هو اللي هيكبره وهو ده الطاقه، وما خدش سكر وهيدوخ وهيهبط والكلام ده. مش ده السكر اللي بيديه طاقه، السكر اللي بيديه طاقه هو الكومبلكس كارب اللي احنا دايما بنتكلم فيها، البطاطس، البطاطا، الحاجات نشويات معقده زي الحبوب الكامله وكده. لكن انا لما اديله حاجه والحاجه دي هتخليه ياكل الحاجات اللي هو نفسه فيها، بس هيضطر ان هو ياكل بكميه قليله، يبقى هو هيخس.
وهيبقى مش ما عندوش ريسك ان هو يجيله سمنه، والوزن الزياده اللي عنده ده هيبتدي ينزل، وهو برده مش محروم، لانه الاطفال اصعب شويه ان هم يمشوا على دايت فيه ستبس وحاجات كده، دايما ارادتهم مش بتبقى زي الناس الكبيره. فانا لما اديله ده وهو يبقى امن عليه، واديله بالجرعه المظبوطه اللي هي من واحده لاثنين ماكس من بس في اليوم، او اديها له عند اللزوم، فانا كده حافظت على صحته وخليته يخس، وفي نفس الوقت ما حرمتوش من حاجه. طيب برضو نقطه مهمه، انا ممكن اخد بيستا في اي وقت، بمعنى ان انا مش لازم اخده كل يوم، لو انا بس في عزومات مثلا كبيره في ايام انا عارفه ان انا هاكل فيها اكل كتير، هي دي ممكن اخده، يعني ما بيأثرش على فكره انقاص الوزن بشكل عام؟ على حسب الهدف بتاعي. لو انا حد عندي وزن زياده، او انا اوبيس ومتارجت ان انا عندي وقت معين عايز اخس فيه الشويه دول الكيلوهات اللي انا حطيتهم دول، يبقى انا لازم اداوم عليه، لازم استعمله بانتظام جنب النظام الغذائي بتاعي، والجرعه بتاعتي بتبقى من 2 ل 3 في اليوم باكتس. اوكي. لو انا حد يعني اللي هو نزولي صعب شويه بس انا جسمي كويس، بعتمد عليه برده من مره لمرتين في اليوم، والاحسن ان انا انتظم عليه مثلا كمده على بعض كده 3 شهور. لو انا حد بقى اللي هو انا تمام، شكل جسمي تمام وصحتي تمام، بس عندي مناسبات معينه، فرح، عزومه، مش عارف ايه، يبقى انا باخده عند اللزوم. يعني الوجبه دي مثلا انا مقرر ان انا هلخبط فيها، يبقى بيست قبل الوجبه من تلت ساعه لنص ساعه على كوبايه ميه، اقلب كويس واشرب. لكن انا طول اليوم انا محافظ على اكلي وانا الكميات بتاعتي مظبوطه، يبقى انا مش محتاجه. فكل واحد على حسب الهدف بتاعه بتتحدد له الجرعه بتاعته ايه. اوكي. مهم قوي ان برضو زي ما احنا بنتكلم، انا مع فقداني للوزن انا احافظ على الفيتامينز اللي في جسمي علشان ما يحصليش اي دوخه، ما يحصليش اي مشكله اخرى غير السمنه مثلا. فممكن مع بيستا ناخد ايه كمكمل غذائي برضو يعمل بالانس الى حد كبير؟ بص، احنا عاملين زي كورس كده الالب مالتي فيت مع بيستا، لانه احنا اغلب الناس اللي بتخس سواء بطريقه صحيه او طريقه غير صحيه عندها مشكله في انه انا دايما بحس ان انا شعري بيقع، بحس ان انا وشي بهتان، بحس ان انا جسمي ما فيهوش طاقه، مش قادر ان انا اعمل مجهود كويس، مودي شويه بيبقى فيه مود سوينجز، ساعات بيبقى عندي ارق. وده طبعا المشاكل دي بتبتدي تظهر مع الدايت شويه اللي مش مظبوطه، مش الهيلثي بالانس دايت، بيبتدي يظهر المشاكل دي. فلازم ان انا اخد فيتامينز ومينرالز، لانه هو دايما بتبقى الاعراض دي بسبب نقصها. يعني انا مثلا مجموعه بتاعه بي 12 بتاثر لي في المود، وبتاثر لي في الحرق، وبتاثر لي في الاعصاب، وبتاثر لي على النوم. بالظبط، بي كومبلكس الب مالتي فيت فيه اكتر من 13 فيتامين ومينرال، اشهرها فيتامينز بتاعه بي كومبلكس كلها اللي فيها بي 12 بي 6 بي 2 بي 5، فيها كمان فيتامين اي وفيتامين اي اللي هم مهمين جدا عشان هم مضادات اكسده قويه جدا، ومهمين للبشره، ومهمين للخلايا بتاعه جسمي. كمان في بايتين عشان الناس اللي دايما بتقول شعرها بيقع، كمان في فوسفورس وكالسيوم اللي هم مهمين جدا عشان العظم. فانا لما اخد الكومبو ده هلاقي ان انا شعري في تحسن، بشرتي احسن، كمان عندي باور اكتر، نومي متظبط، المود بتاعي بيتحسن. لانه دايما الحاجات دي بيبقى مشكلتها النظام الغذائي اللي بيفتقر لعناصر مهمه زي الفيتامينات والمعادن دي. دلوقتي بيجري بجد والله، بس وقت الحلو بيعدي بسرعه. لا ومفيد بجد دكتور ايهام. اخر حاجه هسالك عليها، هل في اي اعراض جانبيه لبيستا او لالب مالتي فيت برضو عشان الساده المشاهدين يطمنوا؟ لا، ولا في اي سايد افكتس خالص، لان احنا اتكلمنا عن بيستا ان هو منتج طبيعي، كل الحاجات اللي فيه طبيعيه، امن للاطفال من اول 12 سنه، اي حد عنده مرض مزمن ما بيتعارضش معاه خالص، حتى الناس اللي عندها كوليسترول وسكر هو بيساعدهم عشان الالياف والكروميوم اللي موجودين فيه. بالنسبه للمالتي فيتامين بالعكس، انا هلاقي ان انا في تطور وتحسن كتير في صحتي. ممكن بس المشكله اللي تظهر للناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي، عندها التهابات في المعده، التهابات في القولون، يلاقوا ان هو في وجع بطن خفيف، لانه وده مش من قلب مالتي فيت بس، ده من كل المالتي فيتامينز اللي موجوده، لانه الامتصاص شويه بيبقى ايه. بالظبط. اشكرك جدا، نورتينا كالعاده. بشكر حضراتكم على متابعتنا لحلقه النهارده، نشوفكم بكره في حلقه جديده، وعشر الصبح في الاهلي.